وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تهرب، تهرب إلى الدواء إذا مرضت، وإلى الماء إذا عطشت، وإلى الطعام إذا جعت، وإلى الأمن إذا خفت، ذلك ما كنت منه تحيد. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أتفر من شيء وهو أمامك؟ فإنه ملاقيكم. إذن لا مفر منه ولا مهرب منه، هو واقع محتوم وأجل مكتوب. فإذا جاء الأجل وحانت الساعة فإن أمر الله واقع، ما له من دافع. والله سبحانه وتعالى كتب الموت على الجميع، كتب الموت على الجميع، على الصغير والكبير، على الفقير على الغني والفقير، على الملوك على الجنود، على الرؤساء على العظماء، على الجبابرة، الكل كتب عليهم الموت.